فيه نوع من الهدوء، كاين نوع من الهدوء الان حتى بعض المواطنين، وان كان صدقني يا بلال مازال الناس هذيك النهار انا خارج من الحراش وما وقفوني في الخرجه، قالوا لي ما صح راهم في الحبس، يعني سبحان الله العظيم دخلهم معك يعني والله لو كان جات تسمح واش دخل، دخل واحد ولا دخل 10,000 واحد؟ اديني غير انا فقط نشوفهم ولا نشهد. راكم شفتوهم في الجلسه؟ نعم اكيد راكم شفتوه في الجلسه، واول محاكمه ربما بهذا الحجم اللي تركبت فيها اجهزه الكاميرا.